قاعد بتحضر ريال مدريد هيلعب النهارده، اخيرا اتفرج على ريال بعد 3 شهور غياب، وريال راجع اخيرا بقى وهيلعب قدام ايبار. يلا بقى عايزين نتفرج على كوره كويسه، عايزين نتفرج على المدريد الجميل، عايزين ننسى موضوع مانشستر سيتي اخر ماتش اتفرجنا ليه على ريال مدريد، وعايزين ننسى كمان ماتش ريال بيتيس الماتش اللي قبل الاخير اتفرج، احنا عايزين ننسى اخر 3 4 ماتشات ريال مدريد في الدوري، وعايزين نتفرج على ريال مدريد راجع جديد قوي بعد الكورونا. ريال مدريد بيبدا المباراه كالعاده بال 4 3 3 وال 4 3 3 كان فيها ايدن هازارد اخيرا رجع يبقى اساسي في ريال مدريد، والناحيه الثانيه كان رودريجو. الحاجات اللي ريال مدريد كانوا عايزينها من زمان، بس نص الملعب فين؟ فيدريكو فالفيردي حاجه عظيمه جدا عايزين نقولها يا جماعه، نص ملعب ريال مدريد السنه دي في اضافه كبيره جدا اسمها فيدريكو فالفيردي، لازم فيدريكو يبدا اساسي مع احترامي لتوري كروس ولوكا مودريتش وتاريخهم العريق، انما الكره ما بتمشيش بالتاريخ، الكره بتمشي بالعطاء. الولد ممتاز جدا والولد بيغطي على مشاكل كتيره الناس دي بتخلقها في نص الملعب، الناس دي عندها حس ابداعي في الشق الهجومي بس عندهم مشاكل كتيره قوي دفاعيا. ماتش النهارده ما كانش محتاج مشاكل كتيره دفاعيه لانك بتلعب ايبار ودنيا بالنسبه لك هتكون سهله، عشان كده كان مقبول انك تكمل بلوكا وتوري كروس، وكمان خصوصا توني كروز هو اللي جاب لك الجون الاول بعد تصويبه عظيمه جدا، والماتش بالنسبه لك بيكون سهل. ويلا بقى يا جماعه الدنيا بالنسبه لنا حلو وفي التمام كالعاده معلم. لقيت ان سيرجيو راموس ساب المكان اللي هو واقف فيه اللي هو قلب دفاع، وبعد كده خد سبرينتر قدامه شرخ وايدن هازارد راجل مشكورا قال له خد هات جون علشان شكلك ما يبقاش وحش بالمشوار اللي انت عملته ده، وراموس فعلا جاب الجون الثاني، وبعد كده كمان كملت الحفله ومارسيلو جاب الهدف الثالث. الدنيا بقى بالنسبه لك زي الفل، وقعد تقول له الشوط الثاني انا هجيب الثالث والرابع والدنيا هتكون خلاص بقى انا عملت اللي انا كنت عايزه في الكوره. بعد كده اكتشفت حاجه واحده بس، ان الفرقه بتاعتي بتلعب شوط واحد بس، فعادي انت قلت ان الدنيا بالنسبه لك هتكون بسيطه وهتنزل تلاقي الماتش سهل والحياه حلوه قوي في الشوط الثاني. نزلت الشوط الثاني لقيت ان انت متراجع قوي، انت متراجع لدرجه ان انت كارفاخال لقيته مسك رجله، وبعد كده غيرت كارفاخال ونزلت مندي، وبعد مندي ما نزل لقيت ان مارسيلو مسك رجليه. بس ما مارسيلو راجل طلع احتراما لشرط القياده اللي مسكها بعد تغيير راموس، تغيير راموس اللي انا بتمنى بصراحه ربنا ان هو يكون مغير راموس عشان خاطر يقرص ودنه ويقول له ما تتقدمش تقدمات كتير، اللي هو قبل التغيير اساسا ولقيت راموس بيتقدم برده سايب مكانه وراح على منطقه الجزاء اللي هو خد يا ابني انت رايح فين؟ بس عادي يا معلم، الكلام على راموس في جمهور ريال مدريد بقى عيب وحرام، اللي هو حتى لو قلت لهم يا جماعه راموس بيعمل تقدمات مش في محلها وتقدمات مش مطلوبه منه من انه راجل مساك، فحاجه هتنسى انت كل ده وتقول لي يا عم انت مالك ومال راموس، انت ليه بتحقد على الكابتن؟ انا راجل بحب سيرجيو راموس جدا، بس انا راجل بشوف ان سيرجيو راموس الحاجات اللي هو بيعملها بالذات الهجوميه دي مش مطلوبه منك ومش دورك ومش بتاعتك اساسا، يعني انا مش جايب لوكا مودريتش وجايب توني كروس وقدام كريم بنزيما هو ايدن هازارد ورودريجو ومستني المسانده الدفاعيه تجيلي من راموس هو اللي يطلع يجيب لي جون او هو اللي يطلع يزيد في الكره المتحركه، انت زيد في الكره الثابته، ما حدش هيقول لك اي حاجه، انت راجل عبقري جدا في الالعاب الراسيه والالعاب الهواء، دي هتكون بالنسبه لك زي الفل، فانا بتمنى ان الراجل اللي يكون بيقرص ودانه وزيدان هو معروف ان هو في الحاجات دي، لا احنا محتاجين وقفه مع سيرجيو راموس. بس المشكله ان انت لقيت الازمه البدنيه هي هي، ولقيت فجاه كده ان انت بتغير ايدن هازارد وبتغير كمان رودريجو وبتنزل فينيسيو جونيور وبتنزل جارس بيل علشان خاطر الناس دي تاخد الفرقه من تحت لفوق، علشان الفرقه كانت باينه ان هي نازله تدافع شوط تاني واللعيبه مش قادره والله يكون فانا 90 يوم في البيت وبيلعبوا دوري من اول وجديد ومفيش ماتشات بري سيزون ولا تحضير، فاللعيبه الله يكون في عونها، خصوصا كمان انا ما بلعبش في سانتياغو برنابيو، انا بلعب النهارده في ملعب دي ستيفانو وكمان ما عنديش جمهور حتى لو ملونين لي المدرجات بس برضه مفيش جمهور، والريال وبرشلونه ايه غير شويه جمهور بيدعمهم وشويه جمهور لما بيجيبوا الثالث بيقول لهم يلا عايزين نجيب الرابع، ولما نجيب الرابع يلا عايزين نجيب الخامس، انما انا بقى بعد ما جبت الثالث ببص حواليا لقيت مفيش جمهور ولقيت الدنيا بالنسبه لي ضايعه. فالكوره في اسبانيا والكوره في اوروبا تحديدا ما تنفعش من غير جمهور، علشان كده انا اضمن لك بضمان كلي ان هم مش هيكملوا البطوله في اسبانيا الا لما يرجعوا جمهور في الجوله الخامسه او الجوله السادسه قبل ما ينهوا الدوري، يعني مثلا استنى جولتين ثلاثه وبعد كده هتلاقي ان هم مرجعين الجمهور علشان خاطر الموضوع هيكون صعب جدا انك تكمل بدون جمهور حتى لو في 100 او 200 واحد قاعدين في المدرج. يا جماعه الكوره للجمهور، مش انا نقول الكلام ده في اوروبا لان احنا اتخنقنا فيه في الكلام في مصر، بس عادي الريال النهارده عمل شوط ممتاز جدا حتى لو كان على فترات، بس الريال قدم جيم ممتاز وعرف ان هو خلص ماتش في 45 دقيقه 3 اجوان، نزل الشوط الثاني مريح وبعمل اللي انا عايزه، مفيش ضغط جماهيري مفيش اي حاجه، الخصم اللي قدامي بعافيه شويه مش هيجيب جون الا لو يعني شديد القوي، وشريد الاول ده جالك ايه كره تيبو كورتوا لسه مطلعها ويلا عم تيبو عاملني سقف لك والله على تصدياتك العبقريه يا عم تيبو، وبعد كده تلاقي ان في جون جت ما بين رجل تيبو كورتوا اللي هو يا ابني انت مش كنت لسه مطلع كره حلوه من شويه، انت حصل لك ايه بالظبط؟ بس عادي قلت الفار هيحسبها اوفسايد، فجاه اكتشفت ان مندي كان مغطي،
اكتشفت ان مندي كان مغطي. نفس الكلام برضو اللي هيقول لك اصل بنزيما كان اوفسايد الجون الاول. يا جماعه الفار في حكام قاعدين بيحسبوا بره على السقطه واللقطه. فيا جماعه لو الناس كانوا اوفسايد كان هيرفعوا عليهم رايه، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ما تقعدوش انتوا بس تركزوا كل حد يتكلم في التحكيم بيخدم والتحكيم ما بيخدمش والفار ومش يا عم يا عم يا برخه اصلا الماتش قبل النتيجه اساسا. يعني الجون الاول ما كانش شايفه معاهم، كان هياخر الهدف شويه بس برضو كان هيجي، وكان ريال مدريد هيخلص الدنيا. لان ريال مدريد حتى هو سيء بدنيا حتى عنده مشاكل كتير قوي الشوط الثاني، هيعرف يخلص الدنيا بالنسبه له في 45 دقيقه. يا عم ده بيلعبوا ايبار، يا عم ده ايبار فضل 30 دقيقه مش مصدق ان هو ماسك كرة قدام ريال مدريد، ومش مصدق ان ريال مدريد سايب له الكوره وبيدافع ومستني ان فينيسيوس وجاريس بيل يشدوا الفرقه. اللي هو جاريس بيل اساسا مضيع 30 دقيقه من وقته ما بيلعبش فيهم جولف، ومضطر ان هو يلعب معانا ال 30 دقيقه دي، فعمال بيعدهم هيخلصوا امتى ومش هيخلصوا امتى. اما فينيسيوس فانت عارف التيتا، هو كده كده هينزل يفضل يجري 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 يجري، بعد كده مش هتعرف يعمل بالكوره ايه لانه ما بيجيبش جوان بقى، يعني الا لو الكوره بتظبط في البيكيه. عملوا شوط اول كويس بس الشوط الثاني مشاكل كتير، ولو اتكلمنا في مشاكل هتزعل ومش تعمل لي لايك ولا تعمل سبسكرايب، خصوصا يعني ان انا ما عادش اقول لك اعمل لايك وسبسكرايب في الفيديو. فانت مش تعمل لايك ولا تعمل سبسكرايب لو قلت لك ان الشوط الاول كانوا بيلعبوا على فترات، الشوط الثاني ريال مدريد كان عنده مشاكل بدنيه، وان الماتش كان زي الفل عشان خاطر الخصم كان ايبار وفرقه ما عندهاش نزعه هجوميه ولا كان عندها قوه هجوميه وفرقه كمان بتنافس على الهبوط، فانت هتزعل لو قلت لك الكلام ده. فانا ليه اقول لك الكلام ده؟ اعمل لايك بقى وسبسكرايب مش تخسر حاجه، والف مبروك عليك الثلاث نقط. وانا اضمن لك يا صديقي ان انت لو كسبت كل الماتشات بتاعتك برشلونه هيعطل ماتشات بدون جمهور ومفيش ماتشات في الكامب نو، ربنا يستر.